يا مساء الفل والسعادة والجمال على كل أصحابنا وحبايبنا اللي بيتابعونا على شاشة قناة اي تي سي وبرنامج انتي. وحشتونا جدا جدا من امبارح للنهاردة، متحمسة جدا للحلقة اللي هنتكلم فيها عن مواضيع كتير تهمكم وتهم الأمهات بالذات. يعني إن شاء الله طبعا مستنيين مشاركتكم لينا من خلال أرقام تليفوناتنا اللي هتكون موجودة على الشاشة، ومستنيين كمان مشاركتكم لينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. وخليني قبل ما نسرد لحضراتكم فقراتنا النهاردة أرحب بزميلتي الجميلة فرح. مساء الفل عليك يا فرح. مساء النور واهلا بك يا سارة، منورانا. ايه الجمال والحلاوه دي والاوتفات الحلو ده؟ لسه هعودك بقى على الحاجات دي ايام الجايه ان شاء الله. ده متوقعه حبيبتي، ربنا يخليك. طيب طبعا زي ما ساره قالت ان احنا ان شاء الله النهارده عندنا اخبار جميله، مواضيع اجمل ان شاء الله تهم كل ام وكل انت بتتفرج علينا. متحمسه جدا جدا لحلقه النهارده لانها فعلا فيها معلومات انا وساره استفدنا منها واحنا بنقراها مع بعض، وان شاء الله حضراتكم تستفيدوا منها زينا. يلا نبدا. يلا نبدا بينا بقى اهم الاخبار اللي معانا. اول خبر معانا النهارده هيكون عن اللاعبه الموهوبه مروه عيد عبد المالك المحترفه في صفوف نادي نيس، واللي نجحت انها تحصد لقب هدافه الدوري وكمان حصدت افضل لاعبه لكره اليد. الف الف مبروك يا مروه، دايما بنات مصر رافعين رقبتنا كده ومحققين انجازات مبهره. وطبعا يعني احنا معانا دلوقتي مروه هي فرح على الهوا، وطبعا البنات هم الطف وارق الكائنات، بس وقت الجد هم وحوش. وطبعا الدوري الفرنسي يا فرح يعني لاعبات محترفات طبعا، وكونها كمان يا ساره ان هي بتلعب على ارض مش ارضها ومع جمهور مش جمهورها واهل مش اهلها، الموضوع شويه بيبقى موتر. يعني الواحد مش بيبقى حاسس بامان كده وهو مش في وسط جمهوره او شعبه او ارض بلده. فتخيلي هي بتلعب في اوروبا وما شاء الله قدرت ان هي يعني تكسب وتعمل كل ده. انا الاخبار دي من اكتر الاخبار اللي بحبها لانها بعتبره انجاز حقيقي، يعني انه ست او بنت تعمل كده وتثبت نفسها على الارض مش ارضها. ببقى فخوره بكل بنت تقدر تعمل كده، وفخوره بمروه جدا انها قدرت كمان تسجل 143 هدف في 22 ماتش، والاهم انها مش على ارضها. الف 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 مبروك يا مروه، ودايما رافعه راس مصر ان شاء الله. شكلها جميل قوي. يعني كمان احنا لازم طول الوقت نكون وراهم بنشجعهم، لانه ده فرح بيوصل لهم، وده طبعاً لما بيوصل لهم بيخلوهم يموتوا نفسهم عشان يقدموا احسن وافضل حاجه عندهم ويبقوا في الفورمة العظيمة بتاعته. خلينا نروح مع بعض لأكتر الأخبار اللي معانا، نتعرف على مروة عيد أكتر. مروة هي أول لاعبة مصرية تحترف كرة اليد، وهي مش بس شاطرة في كرة اليد، هي كمان شاطرة ومميزة جدا في كرة القدم. بدأت قصتها مع الرياضة عموما إنها لعبت كرة القدم وهي عمرها 5 سنين بس، ده كان في مركز شباب زنهم بمصر القديمة. وكرة القدم، أنت لو عندك بنوتة ممكن تخليها تلعب كرة قدم؟ طبعا ممكن، لأن أنا قلت لك إنه أنا من الشخصيات اللي مش بأمن بموضوع إنه ده لعبة ذكورية أو مثلا بتاعة ولاد بس أو رجالة بس، لا، لازم البنت تدخل أي معركة. علشان أنت قلت إيه، البنات ألطف الكائنات بس في نفس الوقت وحوش على الأرض، يعني مفيش حاجة تقف قدامهم. فأنا دي حاجة تبسطني قوي إن بنتي يبقى عندها حلم. لا، ما فيش حاجه اسمها ده حلم راجل او ده حلم ست، ده حلم قدرتي تحققيه يبقى انت اللي شاطره. يبقى يعني انا عمري في حياتي ما هقف في طريقها عشان ده بس حاجه ذكوريه او حاجه هي مش هتقدر عليها. هي طبعا اللي تقول، قدراتها اللي تقول تقدر او ما تقدرش، مش انا. بالظبط، انت جبتي الخلاصه. بالظبط، مش انا اللي هتكلم. دلوقتي هنتكلم معاكم عن خبر مهم لامهات كتير، وهو تحذير من وزاره التربيه والتعليم من الاشاعات اللي طالعه بخصوص زياده مصروفات المدارس الخاصه والدوليه بنسبه كام؟ 10% للسنه الدراسية الجديدة 2022 و2023. وخلي بالكم يا ماميز من الإشاعات دي، لأنه الحقيقة أنه بعض الإشاعات دي بتعمل هلع لأولياء الأمور، فبتوترهم أكتر، بتخليهم يعيشوا توتر ملهوش أي لازمة. فخدوا بالكم كويس قوي قوي، لو في أي حاجة حاسين أن هي مش قانونية ما تستسلموش، بلغوا على طول. وطبعا يا ساره كمان الوزاره حذرت من تحصيل قائمه رسوم التحاق بالمدرسه او رسوم قبول او اختبار قبول او فتح ملف، قالوا ان مفيش الكلام ده خالص، ولو حصل فده مخالف لقرارات الوزاره، ركزوا، ولازم اولياء الامور ياخدوا موقف سريعا. يعني يا ساره لو انت شفتي اي ام بتعمل كده، هل يعني ام مثلا، خليني ابسطك السؤال ابسط من كده، لو انت ام ورايحه مدرسه وطلبوا لبنتك او ابنك
مصاريف فتح الابلكيشن او فتح الملف هتكلمي الوزاره ولا هتدفعي عشان بنتك تدخل؟ لا دلوقتي هكلم بقى الوزاره دلوقتي حالا. بس قبل كده كنت هتدفعي؟ لا كنت بدفع. انا دفعت ما تاكل الامهات. كنت اعرف يعني بجد؟ كنت لما انا دفعت فعلا. وبعدين انت بتدفعي، انت كنت قلتي لي حاجه انه احنا نقعد ندفع في فلوس هنا وفلوس هنا. انت مش بتقدمي في مدرسه واحده، انت بتقدمي في مجموعه طبعاً. مدارس ان كيس ما تقبلش هنا، فبتلاقي نفسك فجاه دفعتي فوق ال 5-6000 جنيه بس ابلكيشنز. ده انت كده قربتي على مصاريف المدرسه. لما هنا ابلكيشن وهنا ابلكيشن وهنا ابلكيشن، يعني فتح ملف احنا كده قربنا ان احنا ندفع مصروف مدرسه. يعني موضوع صعب جدا. والله بجد فعلا فلوس كتير قوي حرام بترمي في الارض حقيقي. بس خلاص يعني خدوا بالكم موضوع الابلكيشنز والحاجات اللي زي دي. مش بس كمان كده، الوزاره كمان منعت المدارس من بيع الزي المدرسي والكراسات والادوات المكتبيه عموما لانها مخالفه لتراخيص المدارس الخاصه. فخدوا بالكم كويس قوي 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 يا ماميز، بلاش حد يضحك عليكم ويقول لكم ادفعوا علشان الانترفيو، ادفعوا عشان سحب ملف، مفيش الكلام ده. لو في اي شبهه كلام ما تترددوش، الجأوا للجهات المعنية وبلغوا على طول. والله دي خطوة عظيمة جدا من الوزارة. أنا مبسوطة وسعيدة جدا إن احنا هنشيل حمل من على الأهالي زي ما بيقولوا. فعلا يعني الموضوع دلوقتي مش ناقص، الواحد بيبقى عايز يركز أكتر في إن هم يذاكروا إيه يا سارة وراهم إيه، مش احنا هنجيب مصاريف الأبلكيشن منين يعني أو فتح الملف منين. كان زمان هنجيب مصاريف المدرسة منين، دلوقتي عينه بقوا يشيلوا هم مصروف فتح الملف منين أو هدفع فتح الملف منين او الابلكيشن منين، ان الموضوع مش رخيص. أيوة. خصوصا لو عينك رخيص على كذا مدرسه. لان في احتماليه ان المدرسه دي ما تقبلهاش. أيوة. فمش هتضيعي السنه عليها، فبتبقي مكلمه مدرستين ثلاثه اربعه، تفضلي تضيعي في فلوس هنا واحتمال ما تتقبل يعني ابنك ما يتقبلش كمان. طبعا ما هو ده اللي بيحصل فعلا، مش كل المدارس بتقبل الاطفال، بيبقى عندهم كده بوليسي معينه وسياسه معينه ما بيقبلوش كل الاطفال، فبتضطري تدفعي وبتلاقي نفسك في الاخر دفعتي مبلغ وقدره وتخسري كتير. كمان تخسري طبعا كتير قوي. دلوقتي يعني هنقول لكم خبر جميل وغريب شويه. هو عن دراسه امريكيه حديثه بتحذر من اقبال الاطفال على ممارسه رياضه التنس والجمباز. أوكي. واللي هم اصلا يمكن اكتر الرياضات اللي بيكون عليها اقبال يا فرح. يعني لو رحتي النوادي هتلاقي كل الماميز موادين ولادهم يلعبوا جمباز، والولاد يا عيني بيقعدوا يعيطوا وزعلانين ومش عايزين يخشوا. اصل الجمباز فيه بقى افرد رجلك افرد ظهرك، متعبه على حاجات فكره. كنت بتلعبيها وانت صغيره؟ انا وانا صغيره لعبت هاندبول بس ما كملتش للاسف وزعلانه قوي. لا كان نفسي ابقى رياضيه. طبعا بس انت لسه عندك فرصه يعني ممكن تمارسي الرياضه برضو. بس طبعاً. خلينا نرجع لموضوعنا ان هي دراسه غريبه جدا. الباحثين كمان اللي اشتغلوا على الدراسه دي قالوا ان الرياضيات الجماعيه زي كره القدم والسله افضل للصحه العقليه للاطفال مقارنه بالرياضيات الفرديه زي التنس والجمباز والسكواش وغيره بقى. يعني انت ممكن لو عندك طفل مثلا منطوي شويه ممكن تخليه يلعب في العاب جماعيه، هيتحسن بشكل كبير جدا، صحته النفسيه هتتحسن فعلا بشكل كبير قوي قوي قوي، لانه الرياضه عموما جميله. يعني العلماء في جامعه كاليفورنيا في ولايه كاليفورنيا الامريكيه قالوا كده بعد ابحاث على 11000 طفل بتتراوح اعمارهم بين 9 ل 13 سنه، اكتشفوا ان اللي بيلعبوا رياضه جماعيه اقل عرضه للاصابه بالاكتئاب. هما الاطفال كمان بيطولهم الاكتئاب. انا كنت والله العظيم لسه ختمنا على لساني حالا، هو حتى الاطفال فعلا هيزعلوا يعني بيزعلوا على لعبه بس مش درجه اكتئاب. ايوه صح. يعني هي دراسه غريبه شويه صراحه، خصوصا ان الالعاب الفرديه يا ساره بتساعد ابنك او بنتك او الطفل بصفه عامه ان هو يكتشف مهارته الحقيقيه او يكتشف نفسه، لان النتيجه بتتحدد على اساس يعني لعبه هو موهبته لوحده، عكس الالعاب الجماعيه بتبقى الفريق كله يا ساره مع بعض، خسر يعني بتعم على الجميع، كسب بتعم على الجميع برضه. لكن لما بيلعب لوحده انت بتقدري تعرفي او الكابتن بيقدر يعرف مهاره او قدره الطفل ده على اللعبه، هل يقدر يكمل، هل مثلا ضعيف في حاجه معينه. لكن اللعبه الجماعيه ما اعتقدش بيبقى عنده الفرصه الكبيره ان هو يعرف. ولا ايه رايك؟ بتهيألي برضو بتبقى اقل شويه طبعا. بس يعني خدي بالك انه ما تخليش بحث زي ده برضو يعني يوقفك قوي. يعني لو بنتك او ابنك بيحب يلعب لعبه فرديه زي السكواش او راكت او التنس او الحاجات اللي زي دي، خلاص هو شاطر فيها يبقى خليه يلعبها. يعني الرياضه عموما مهمه جدا طبعاً للاطفال في كل حاجه. وللكبار يا ساره. وللكبار طبعا كمان. طبعا احنا هنلعب رياضه انا وانت قريب جدا، هنعمل لكم فيديو ليا انا وفرح في الجيم في النادي بنلعب رياضه. يعني انا رايي ان تشوفي ابنك او بنتك عايز يلعب رياضه ايه وتخليه يشارك فيها، وطبعا يعني بتنمي موهبته بغض النظر عن هي رياضه فرديه او جماعيه. مظبوط كلامك.
لانه في الاول وفي الاخر هي رياضه، هتحسن موده، هتحسن جسمه، هتحسن بيفكر ازاي، مش هيبقى عنده وقت طول الوقت للبلاي ستيشن وللالعاب على التليفون. الاطفال ما بقوش بيلعبوا يا ساره زي زمان، يعني انا عندي ولاد اختي في البيت خلاص هو بقى الموضوع كله عباره عن ايباد وتليفون، وندخل من اليوتيوب فيديو لليوتيوب فيديو، ما بقاش زي زمان الموضوع. انا خلاص انا يعني انا بقيت بتصعب عليا البنت بصراحه، طول الوقت عينيها ماسكه الموبايل، حاسه ان عينيها هيجرى لها حاجه، حاجه مش كويسه ابدا. اخر حاجه هنتكلم فيها معاكم النهارده قبل ما نسيبكم او نروح لاخبار تانية، هو ايه التصرفات اللي ممكن تسيب او تسبب طلاق او انفصال لا قدر الله، علشان تخلي بالك منها وما تعمليهاش. اول حاجه هتقول لنا ايه يا فرح؟ اول حاجه هقولها لك انك مش انك انك تبطلي تحترمي، دي كارثه. انك تبقي مع واحد تفضلي تقللي منه وتهاجميه عمال على بطال قدام الناس، قدام اهلك، قدام اهله، قدام صحابكم، علشان ايا كان ايه السبب، يعني مثلا بتهزري على سبيل انك تقللي منه، فده شيء مش مسموح. على اساس ان انتوا مثلا في ما بينكم خلاف، فقدام والدك ووالدتك او حماتك وحماكي تقللي منه او تطلعوا اسرار ما بينكم على هيئه عدم الاحترام، ده برضو شيء. النقطه دي مهمه جدا، فكره ان تطلعي اسرار بيتك حتى لو لمامتك ولو باباكي، دي غلط كارثة. جدا وكارثه كبيره جدا جدا. خدي بالك ان الاحترام مهم قوي قوي، ولازم تعرفي انه كمان وقت الخلافات لما ما بيكونش فيه احترام هتسمعي كلام مؤذي جدا. صح. فاحسن يكون فيه احترام. ما ينفعش اصلا انك تعيشي مع حد بتقللي منه او هو بيقلل منك، دي بتبقى جوازه زي ما بيقولوا كده تأثر العمر. ما ينفعش اصلا تبقي في اي علاقه من اي نوع، سواء كان جواز او صداقه او شغل، من غير احترام. الاحترام مهم جدا جدا علشان صحتكم انتوا الاثنين وتعرفوا تكملوا مع بعض. ما هم يا فرح برضو هيبقوا لقد افرضي ما حدش يعني ربنا رزقه باطفال، فهيضطر يكمل هو وشريك حياته دول طول العمر مع بعض، فلازم يكون ونس بعض، والكلمه الطيبه زي ما بيقولوا صدقه، فلازم الكلمه تبقى حلوه وجميله، انطباعها يبقى حلو على اللي قدام. متفقه معاكي جدا فعلا، لانه في ناس بتكمل علشان الاطفال، فما دام احنا كده كده هنكمل يبقى نكمل في عيشه كويسه، يعني ما تاثرش العمر زي ما قلتي فعلا. مظبوط. طيب تاني حاجه واوعي تعمليها هي المقارنات. بلاش تقارني جوزك بجوز صاحبتك او جاركم او زميلك في الشغل. بص شوف جاب لها ايه، بص شوف مسفرها فين، بص شوف. انت ما تعرفيش ظروف الناس ايه، الصور خداعه والفيديوهات خداعه، ومحدش يا ساره بيحب يظهر خيبته زي ما بيقولوا، يعني والله بجد، يعني هم مش هيطلعوا يتخانقوا ويصوروا لكم على الستوري، ومش هيطلعوا يتخانقوا وانتوا قاعدين عندهم في البيت معزومين، هيبقوا عايزين يا ساره يبينوا احسن وش ليهم. لكن الخناقات بتبقى في البيت، لكن المقارنه عمال على بطال، ده اولا انت بتحسسيه ان هو مش مالي عينك وان هو مش كفايه، ليه تخليه دايما يحس ان هو مقصر معاكي او في حاجه ناقصاكي؟ ممكن فعلا هو مش بايده، وممكن صاحبتك او قريبتك او اختك ايا كان الشخص اللي انت بتقارنيه بيه، ممكن عندها تاني عندها حاجه تانية ناقصه بس عمرها ما هتقولك عليها او انت مش شايفاها، فانك تحسسيه بعدم قيمته دي حاجه وحشه قوي. وبعدين خدي بالك يعني ان صاحبتك الان تيم عمرها ما هتقولك انه جوزها يعني بينكد عليها طول الوقت وكده، وبعدين الانترنت ده عالم افتراضي، يعني هو يعني مش هتعرفي كل حاجه منه. ولو جوز صاحبتك او جوز اختك او جوز اي حد تعرفيه هو كويس في الحته دي، فهو بالتالي اكيد عنده نقص في حته تانية، محدش طبعًا. كامل الدنيا طبعًا. عمرها ما كان فيها الكمال، كمال لله فقط بس لا غير. فلو جوزك عنده حته ناقصه شويه بيكملها في حاجه تانية وهكذا، فيعني طالما قبلتي تشيلي الشيله اقبلي انك تشيليها كلها مره باكج. المشكله بقى لو بتقارنوا بمين يا فرح؟ أيوة. بابوها او اخوها. للاسف مش كل البنات بتقدر تفهم ان جوزها ده مش ابوها، هو شريك حياتها. ساعات ممكن يبقى ابوها، ساعات تحس انه صديقها او اخوها، ساعات تحس انه ابنها، فيعني ما ينفعش ابدا يلعب دور واحد طول الوقت كده، العلاقه مش هتبقى حلوه وهتفشل. صح. انت عارفه كمان دلوقتي انت قلتي الاخ والاب، طب هو ممكن يبلعها هنا يا ساره، اخ واب يعني عادي ما فيش مشكله قوي، لكن المشكله الاكبر لما بتقارنه بمين؟ تفتكري مين؟ حبيبها القديم الاكس. دي مشكله اكبر بقى. القديم يعني اولا بقى كونك اصلا انك بتقارنيه بحد انتهى من حياتك، فانت بتجيبي له افكار، اولا عدم ثقه بنفسه، ثانيا انك لسه بتفكري فيه. يعني ابسط شيء، هل انت ترضي ان هو يقارنك بحبيبته القديمه؟ دي تبقى كارثه. طب انا هقول لك على ابسط الاشياء، ده احنا ما بنوافقش ان احنا نتقارن بممثله او مطربه، ما هي بنت زي زيها او ست زي زيها، اكيد لا. فانت ليه بقى تحطيه في مقارنات مالهاش لازمه؟ وتسمحي لي اقول لك ان لو قارنتيه بحبيبك القديم او باكسك هي ممكن تنتهي بطلاق،
لان هو دماغه هتروح في حته تانية خالص، انت لسه بتفكري فيه وانت ما بتحبنيش وانت وانت، وساعتها هيبقى عنده حق مليون المية مش 100%. بس بعدين علاقة الخطوبة وعلاقة الحب دي حاجة، والجواز ده حاجة تانية خالص. أول ما الباب بيتقفل عليكم دي يعني كل حاجة بقى بتبقى، يعني أنت لو مخطوبة فأحسن وأجمل حاجة بتطلع، لو في علاقة حب فأنتوا طول الوقت وحشين بعض، طول الوقت ملهوفين على بعض، لكن بعد الجواز كل حاجة بتبان. فما ينفعش يكون في طبعا زي ما فرح قالت يكون في مقارنة بين الحبيب السابق أو الخطيب وما بين زوجك الحالي. كمان في كلام مؤذي جدا زي لازم تخس، شكلك بقى بشع، مالك بقيت وحش ومبهدل كده ليه بعد الجواز. الانتقادات دي عموما على الشكل والوزن بتقلل الثقه في النفس، وممكن تعمل بقى ايه تعمل حاجه عكسيه، وهي انه بدل ما هي او هو يحسن من نفسه، طب ما هي بايظه بايظه يعني انا هاكل بقى براحتي، مش هاخد بالي من نفسي، انا هعمل كل حاجه بتضايقه طالما هو كده كده مش شايف غيرها. هي فعلا حاجه بتضايق جدا، بس خليني ابقى يعني فير او في تعادل شويه هنا في الموضوع ده، ان كمان الراجل يا ساره بيعمل كده ان هو يفضل يقول لها انت تخنتي، انت لازم تخسي، وهنا بقى يبتدي يقارنها بجد، هنا بيبتدي المقارنه، هو بقى اللي بيقارن مثلا بصور على الانترنت او بقريبتها او بصاحبتها او بايا كان من الناس اللي حواليهم، فهي تبتدي تحس انها ما عندهاش ثقه بنفسها خالص او ملامحها اتغيرت لايا كان ايه السبب، بقى اتجوزت مثلا فتخنت شويه، حامل او لسه مخلفه، فطبيعي كل ده بيبقى غصب عنها. فيعني انتوا قبلتوا بعض من الاول زي ما ساره قالت بدون شروط، فما ينفعش عشان اتقفل عليكم باب وشويه بتبتدي بقى، خليني اقول ما فيش تجمل، يعني خلاص انتوا اتقفل عليكم باب وكل واحد شخصيته الحقيقيه 100% بتظهر، فنبتدي نطلع العيوب اللي احنا كنا متقبلينها في الخطوبه او ما قبل الخطوبه، علشان خلاص ابتدى شويه الشغف يقل والحياه الطبيعيه بتظهر، وده شيء طبيعي. كلمه السر في الشغف، فانت تقدري تعملي ده برده بعد الجواز، بس انت معاكي فرح حق خصوصا انه طبيعي جدا انه الستات شكلها يتغير بعد الجواز والخلفه، محتاجه انها تحس انه شريك حياتها شايفه حلوه طول الوقت على كل حالاتها، ده ابسط حقوقها. يعني بعد الجواز هي خلفت عشان انتوا الاثنين تستمتعوا ببيبي وتجيب لك البيبي اللي انت نفسك فيه، فده له ثمن، الثمن ده انا مش هدفعه لوحدي، حضرتك لازم تدفعه معايا، لو انا شكلي اتغير معلش استحملني شويه هبقى احسن بعدين، بس انت شجعني، خدني وننزل النادي نتمشى شويه، شجعني العب رياضه، شجعني نعمل دايت انا وانت، اعمل اي حاجه تخليني اوصل للنقطه اللي انت فيها تبقى مبسوط بشكلي، بس زي ما بقول في ثمن لازم يدفع، والثمن ده لازم انا وهو ندفعه. لا وحاجه كمان ان الجواز مشاركه في كل حاجه، مشاركه في البيبي، مشاركه حتى في طلبات بتاعه المطبخ، ما فيهاش حاجه لو عودتيه من اول يوم على فكره بعد اذنك ساعدني، بعد اذنك مش عارفه ممكن تشيل الاكياس معايا من على الارض، ابسط الحاجات الصغيره، هو هيبتدي يحس بمسؤوليه من ناحيتك، لكن انك مثلا تخلفي وتبتدي تبعديه عن البيبي او عنك، عشان طبعا انت ملهوفه بقى على البيبي لسه او البيبي، وده شيء طبيعي، هو بيتعود على عدم المسؤوليه، فما ترجعيش انت تندمي على ده، عوديه على كل حاجه من اول يوم، المشاركه الجواز مشاركه. صح وانا غلطانه؟ ده اللي انت بتقوليه ده بقى لو الست ما عودتش جوزها في بدايه الجواز انه يساعدها ويكون دايما هو وهي بيشاركوا بعض في امور البيت، هتلاقي نفسك بعد كده عباره عن سير في ترس عمال يشتغل وبس، وهو كمان زعلان انت سايباه وبتشتغلي، انت سايباه وبتعملي حاجات تانية غيره هو بالزبط. فلا خليه يساعدك، عشان لو اتعود على ده، على فكره المثل الشعبي، ما هي الامثال الشعبيه دي بتتقال بعد مواقف كتير حصلت، فبيطلع بقى المثل الشعبي. المثل الشعبي بيقولك ايه، جوزك على ما تعوديه وابنك على ما ترضيه. صح، فعودي جوزك دايما على الحاجه اللي انت حابه انها شايفه ان هي هتريحك وتريحه، بس خليه دايما يساعدك، خليه دايما يشاركك. طيب خلينا بقى نروح للنقطه اللي جايه لانها مهمه جدا برضه، وستات كتير للاسف الشديد مش بتاخد بالها منها، وهي ان جوزها ما يبقاش الاولويه او رقم واحد عندها، يبقى شغلها بقى، أصحابها، الأطفال، أهلها، هم الأولوية. لازم يكون شريك حياتك، وحط تحتها خمس خطوط كده، يبقى رقم واحد عندك قبل أي حاجة، لأن هو اللي أبقى ليكي في الدنيا، ده الشخص اللي أنت اخترتيه، ده الشخص اللي الأطفال أنت لسه جايباهم هو السبب فيهم معاكي، فلازم يحس معاكي أنك بتشاركيه. هرجع أقول تاني، المشاركة المشاركة المشاركة، وهو يبقى رقم واحد في حياتك، عشان ما ترجعيش تندمي، صاحبتك لما تتجوز جوزها يبقى رقم واحد، الحياة هتتغير وهترجعي في الآخر هو
بيتك وهو كل حاجه ليكي. لان الولاد لما هيتجوزوا هتبقي انت وهو لوحدكم، لو اتعودتوا تبقوا بعاد عن بعض هتفضلوا بعاد عن بعض على طول، وهيبقى عندك فراغ رهيب. حبوا بعض، اهتموا ببعض، خليكوا دايما ونس بعض كده، واتكلموا وهزروا، افتحوا مواضيع، خدي رايه في حاجات، اقعدوا اشربوا كوبايتين شاي كده في البلكونه في الجنينه في اي حاجه يعني متنزه او متنفس كده انتوا الاثنين بتعملوه، فحلو. ما يبقاش هو على طول بيلاقي السعاده مع اصحابه، ولما بيرجع البيت طلبات، ابنك عمل، بنتك وقعت اتعورت، مشاكل وشكوى طول الوقت، فده بيزهق طبعا. طيب خلينا بقى نقول لهم عندنا ايه النهارده. يلا اول خبر معانا هندخل بقى، لا احنا خلاص خلصنا الاخبار، ندخل بقى في الفقرات، معلش عشان اتعودنا على الاخبار. تعالوا بقى نقول لكم عندنا ايه الفقره اللي جايه. هنتكلم عن موضوع يهم امهات كتير جدا، وهو تاثير الكلمات السلبيه على اطفالنا، وازاي ان كلامنا معاهم ممكن يدمر نفسيتهم وثقتهم بنفسهم، ممكن كمان يطلعهم اشخاص غير اسوياء بالمره، وان احنا ما ينفعش يعني نستهزئ كده بيهم او بكلمه يا غبي او يا فاشل. الكلمة دي هيسمعها تبقى في ودنه عادية، يعني هيقبل التنمر من الآخر، فهيبقى في المدرسة عادي إنه غبي وعادي إنه فاشل، يعني خلاص الكلمة مش هتأثر فيه بعد كده. يعني هو الواحد لما بيتعود على شيء بيبقى بالنسبة له طبيعي بالزبط. فلو هو أنت وصفتيه بالغبي، هو لما أصحابه يقولوا لي غبي عادي عادي يعني سعيد، يعني ماما بتقولي يا غبي في البيت، هيقبل إنه يتغلط فيه ويتغلط في شخصه. فما تعوديش ابنك على كده. احنا النهارده يعني معانا متخصصه هتتكلم في الموضوع ده اكتر مننا، هي تعرف تفهمكم اكتر الموضوع ده. علشان كده هيكون معانا يارا شهوان استشاري العلاقات الاسريه والزوجيه، اللي هتكلمنا النهارده عن الكلام ده. ما ينفعش في كلام ما ينفعش حقيقي يتقال للطفل، ايه تاثير الكلمات السلبيه عليه، وكمان ازاي احمي ابني او بنتي من التاثير الكلمات السلبيه دي اللي بيسمعها من محيط الاهل او من محيط المدرسه، ازاي كمان اشجعه واحفزه من غير ما التشجيع ده نفسه يبقى نتيجه عكسيه. لانه احيانا في تشجيع بيبقى بدون مبرر، صح؟ ما انا انت مش ابني شاطر، مش شاطر قوي، هشجعه عشان يبقى شاطر، بس مش لدرجه ان هو يعني الثقه بنفسه تخليه متدلع بقى او يعني زياده عن اللزوم، او مش عايز يبذل مجهود عشان يوصل للبيك. فلا طبعا في حاجات النهارده هتعرفوها معانا مهمه قوي قوي قوي. طيب الفقرة التانية اللي معانا النهاردة هنتكلم فيها عن كتاب سوبر وصفة للدكتور أمل إسماعيل، أخصائي تغذية الرياضيين، اللي بيعتبر من أهم الكتب اللي اتكلمت عن التغذية الرياضية وإيه أهم الأكلات اللي المفروض الطفل يتغذى بيها على مدار اليوم، كمان وصفات صحية ولذيذة هيحب ابنك إنه ياكلها. ده موضوع مهم جدا فعلا. الحلقة النهاردة موجهة للمعميز اللي بيشوفونا النهاردة. وقبل ما نبدأ فقراتنا تعالوا بينا نروح لفاصل صغير جدا، نرجع نستقبل اولى فقراتنا واولى ضيوفنا في انتي وقناه اي تي سي. احنا بنعلم ولادنا بطريقه مختلفه، كل حاجه بنتعلمها بنطبقها في ارض الواقع. احنا بنعلم ولادنا يبقوا بيفكروا بطريقه نقديه، عندهم قدره على حل المشاكل. ذات واي قلت لهم لا، يلا وروني انتوا ازاي هتبداوا تنفذوا ده على الارض. وفعلا هما بدأوا حملة توعية وبدأوا بنفسهم، بدأوا يسجلوا يخشوا للولاد في الفصول اللي أصغر منهم ويقولوا لهم إيه أهمية إعادة التدوير، إيه أهمية فصل المخلفات. جمعنا 900 كيلو ورق، مؤسسة آدم جات اشتريته كله ودت لنا مبلغ مالي بمقابله إحنا قررنا نكبر حلمنا ونزرع شجر في شوارع زي شجر مثمر. إحنا معانا 20 شجرة ليمون ومانجا هنزرع جوه مدرستنا وبره مدرستنا. حلمنا كبير وبدأنا نسجل مع الولايات المتحدة في سكول تشالنج، ويوم البيئة ده يوم مناسب جدا للتوبيك أو للموضوع اللي إحنا بنتكلم عنه. فقلنا احنا هنعمل الزرع بتاعنا اللي احنا جبناه بفلوس إعادة التدوير، الورق بتاعهم اللي هما جمعوه في يوم 5 في يوم البيئة العالمي. فكرة ان انت تلاقي تليفون من المدرسة يقول لك انا عندي اطفال وعايز اعلم فكرة ثقافة العمل البيئي، اصلا ده حوار كبير قوي. لما تروحي المدرسة بقى وتتكلمي مع الولاد دي وتشوفي النتيجة منهم ان هم مصدقين الموضوع وبيناقشوكي، ومش اللي هو قاعد قدامك بيسمع وبعد كده مش عايز يكمل، دي ادتنا لفته اللي هو لا الولاد دي عايزه تعمل حاجه. دي مبادره هايله للاطفال بالذات في المدارس من السن الصغير عشان يتعلموا انهم يحافظوا على البيئه ويحافظوا على مدارسهم ويحافظوا على الشوارع، يحافظوا على المكان اللي بيتواجدوا فيه، وفي نفس الوقت نستفيد من ان احنا بنجمع الحاجات دي عشان نعمل لها ريسايكل ونستخدمها لخدمه البيئه ايضا. هو اكيد لما يبقى حد عنده فيجن ان هو يعمل حاجه واخيرا يحققها بعد شغل طويل جدا وتعب جامد،
والله احساس جميل جدا ان احنا نشوف الفيجن بتاعتنا فعلا امبلمنتد على الارض وعلى ارض المدرسه، وان شاء الله في كتير جدا هيجي بعد كده ونحس بنفس الاحساس اللي احنا حسيناه المره دي. انا كنت مبسوطه جدا ان احنا حققنا حاجه احنا كنا نسينا نعملها من شويه، ودي حاجه طبعا يعني حاجه ستاب كبيره في عندنا في المدرسه ان احنا نبقى اول مدرسه في ستيغ زايد او حاجه نعمل احنا بقى حاجه كبيره في البروجكت، لان دي حاجه كانت بالنسبه لنا مهمه جدا عشان احنا بنساعد الانفايرمنت الاوبيه بتاعتنا. الشجر ده هينقي، وان احنا ان الاطفال يشوفونا واحنا بنعمل كده ده هيعلمهم ان ده بينفع الارض وان ده كويس. طيب رجعنا لحضراتكم مرة تانية مع أستاذة يارا شهوان استشاري علاقات الأسرية والزوجية علشان نتكلم إزاي نطلع طفل سليم ما يكونش عنده عقد نفسية، إزاي الأم والأب بيعملوا تصرفات أو بيقولوا كلام ممكن يكون عادي بالنسبة لهم أو هما متعودين عليه من زمان وبينقلوا الصورة عبر الأجيال فبيطلع الطفل عنده نفس المشكلة. حضرتك بقى قولنا يعني نرجع نكمل تاني في موضوع الغيره الاول سريعا، الغيره بين الاخوات ان حضرتك قلتي السبب بيكون فيها الام او الاب. لا الام والاب طبعا. يعني ما انا بقول الام او الاب او الاثنين او الناس اللي بتيجي تزورنا بالزبط. وبتفرق ما بين الخاله الخال الكلام ده كله بالزبط. ازاي اخد بالي من ده انا كام ان انا عندي طفلين مختلفين في يعني في العمر، واحد كبير واحد صغير والفرق بينهم مش كتير، ان انا ما ربيش بينهم غيره وان هي يبقوا عايشين في بيت عادي كويسين مع بعض ومتقبلين بعض من غير عنف وضرب وعياط طول الوقت. صح، ان انا اشرك نفسي مع كل واحد فيهم على حده على انه يشوف الحلو في اخوه. سي مثلا انا عندي عيد ميلاده، عيد ميلاد واحد فيهم، انزل مع واحد مع التاني اروح اجيب هديه ويلا اقدمها لاخوك، زي ما بنعمل بالظبط وقت الولاده لما بيجي طفل جديد بنخلي الطفل الجديد هو اللي يجيب لاخوه الهديه اللي هو انا جيت رحب بيه. في حاجات تاتشات كده في الكلام بيفرق، لما يعمل حاجه حلوه ده عمل حاجه حلوه، ده يعني قال حاجه حلوه، ده عمل موقف لطيف جدا مع كذا كذا، واعمل دعايه له قدام الناس واقول واو ده ايه ده اللي حصل وايه الجمال ده وشفت اخوك عمل ايه، والتاني نفس الكلام يوم ما يعمل حاجه حلوه اعمل نفس الشو. لما يحسوا ان احنا الاثنين مشتركين في ان احنا نسعد الطرف الثالث اللي هو الاخ الثالث او اللي هو ابنها الثاني، فده بيفرق كتير جدا في حته الغيره والكلام ده. وكل واحد خدي بالك ان له قدراته الخاصه، ما ينفعش ان انا اقارن واحمله فوق طاقته، افرضي هي امكانياته كده. صحيح، اعمل كده في ابني ليه؟ ما هو برده حته مني، ليه اطلب منه حاجه اوفر قدراته هو الشخصيه؟ جربيها على خلي الام نفسها تجربها على نفسها. انت يوم ما تتقارني باختك انت هتعرفي تعملي حاجه؟ مش هتعملي حاجه ولا حاجه، مش هتبص بالظبط. المقارنه وحشه، هي عندها مقارنه وحشه وانا عندي قدرات. طيب هناخد نوال معانا على التليفون. نوال ازيك؟ الحمد لله تمام، مع حضرتك؟ الحمد لله. قولي لي يا نوال، عندك مشكله مع ابنك او بنتك؟ عندي مع بنتي 5 سنين. اتفضلي، مالها بقى؟ اول حاجه هي شقيه جدا. نوال استاذنك نوطي التلفزيون. مع حضرتك. اتفضلي. هي شقيه جدا، ماشي، ما بتسمعش الكلام خالص، على طول عايزه اللي قدامها، يعني لما بتشوف حد مثلا بيعمل حاجه عايزه زيه، لما بتشوف لعبه عند مثلا ولاد خالتها ولاد خالها عايزه زيها. ممكن تلقط كلام وحش من حد، تسمع حد كبير بيتكلم مثلا، سمعت لفظ وحش من الشارع مثلا، تتكلم وتعيد الكلام، بس هي مش فاهمه طبعا ان ده غلط، بس بتعيد الكلام. عندها انانيه شويه، انها مثلا لما بتشوف مثلا حد هي بتبقى مثلا لسه واكله، تقوم عايزه تاكل تاني حتى لو مش جعانه، بس طالما شايفه اللي قدامها بيعمل كده بتبقى عايزه تاكل تاني. بتقلد، يعني بتقلد كل حاجه بتشوفها. تمام. عايزه ان انا اوديها حضانه انها تلقط كلام، لانها روحت حضانه قبل كده فتره شهر كده ولقطت كلام وحش وجت قالته لي، فما عندتش بوديها حضانه خالص، انا اللي بذاكر لها في البيت، ما بنزلهاش الشارع علشان ما تلقطش كلام وحش من اطفال، بدنا واقفه في البلكونه مثلا برضك بتلقط كلام مثلا ممكن تسمع كلام وحش برضك، ما بطلعهاش البلكونه، على طول قاعدين انا وهي في البيت. هي وحيده ما عندهاش اخوات. بس هو ده سنها، يعني ده طبعا يعني استاذه يارا هترد عليكي، هي خبره. بتتعاملي معاها ازاي؟ بتتعاملي معاها ازاي وقت ما بتعمل الحاجات اللي انت مش عاجباكي؟ الصراحه انا بضربها ساعات
لما بتعمل غلط مثلا بضربها. تضربيها جامد؟ بضربها. اه. بتضربيها على ايديها ورجليها ولا وشها؟ لا على وشها. اوف. ارجوكي يعني طبعا حاولي على قد ما تقدري تمسكي نفسك شويه وخلي استاذه يارا ترد عليكي. طبعا هي دي ما باليد حيله. هي مش عارفه ايه سمات المرحله دي زي ما قلنا، ما حتى مش عايزه تبذل مجهود او ما بذلتش مجهود ان هي تبتدي تقرا. خليها تقرا الام، لان اسلوبها طبعا غلط تماما مع البنت. كفايه ان البنت هي وهي قاعدين في البيت لوحدهم، مفيش كوميونتي عيال صغيره تلعب معاهم. بتقول لها الشتيمه دي غلط، البنت مش فاهمه يعني ايه الشتيمه دي غلط ومفروض ان انا اتضرب عليها. هو مش فاهمه يعني اي حاجه اصلا. بالظبط. يعني هو اصلا البنت بتعمله، كل اللي حكيته ده اللي البنت بتعمله ده دي سمات عادي وطبيعي في السن ده؟ دي سمات المرحله. طيب. لكن اللي عند ده طبعا بسبب عند الام نفسها. والضرب، الضرب بس واحد مخنوق بيتضرب هيعمل ايه؟ لازم يصوت، لازم يعيط، لازم ينفجر، لازم يعمل كل حاجه غير الطبيعي اللي هي عايزه تعمله. فهي طبعا الطريقه دي انا انصحها ان هي تبتدي اولا تنزل البنت لناس قدها تلعب. لو هي قعدها جنبها في البلكونه طول الوقت، طب ما هي بتسمع ايه في البلكونه؟ هتسمعك بتعمل يعني ايه في البلكونه؟ ما بتدخلها البلكونه خلاص كمان، فانت بتخنقي، عماله تخنقي فيها، فده طبعا هيولد انفجار. فانت عماله تعملي في البنت، وخصوصا احنا قلنا السبع سنين الاولين دول اهم حاجه. الام لازم يبقى علاقتها مع الابن او البنت حلوه. فانت كده بتبني حاجه لقدام، قنبله موقوته، حواجز ما بينكم هتنفجر فيها هي. فانا من رايي ان انت تبتدي تقري، تتثقفي في الموضوع ده، خدي البنت على الاقل اتمشي بيها في الشارع، هاتلها حاجه حلوه، بل ابني الثقه بينك وبينها ان انت هتعامليها باحترام. الضرب ده بالنسبه للبنت لما تتعود عليه هتلاقي نفسها لما تكبر ممكن تتضرب من جوزها وتقول اوكي عادي. ممكن تحس ان دي مش اهانه خالص. يعني في اطفال بشوفهم لما بيجوا يتضربوا من اي حد بره، طب عادي ما بابا وماما بيضربوني، ده غير الثقه اللي هتنعدم تماما عندها. الثقه اولا هو مش بس الثقه، ده مش هيبقى فيه حوار. ده الفكره ان البنت والام في سن مراهقه بيبقى فيه حوار جامد جدا. بسبب المشاكل دي البنت بتفضل مركزه في مخها ان الام شريره. الام مش بتحبها. وهي يا عيني البنت مفيش البيئه اللي حواليها مش متاحه ان هي تظهر نفسها او ان هي تبقى طفله. هي ممكن تخسرها. هتخسرها لو هي مشيت بالمنظر ده، هتخسرها. هل ينفع بعد الضرب على الوش وبعد الاهانات دي كلها ينفع تصلح من ده؟ تصلح بان هي توقف حالا موضوع الضرب ده خالص. دي بنتك حبيبتك، لازم لا انا عارفه انت بتحبيها وبتخافي عليها طبعا، بس يعني اتمنى تسمعي لنصيحه الاستاذه يارا. اهل الخبره، يعني اهل الخبره هم امي وحماتي والناس الكبيره بصفه عامه. الناس الكبيره بالظبط كده، يعني التدخلات اللي هو البيبي قاعد جنبهم او الطفل او حاجه. فطبعا الام الحديثه او الام شويه نقدر نقول بتقرا، او الام اللي بتنزل النادي، اللي هي المجتمع اتغير عن زمان، ده شيء طبيعي كلنا عارفينه. طبعا الام والحما الكلام ده ما بيعجبهمش تماما، وانت تربيتك غلط، وانت اللي بتعمليه ده ما ينفعش، وانت هتبوظي ابنك او حفيدي. ازاي اقدر اتعامل معاهم وان افهمهم ان خلاص الطريقه دي خلصت، وان احنا دلوقتي في مجتمع مختلف والظروف حاكمه علينا بكده، فانا اقدر اتصرف ازاي؟ عشان طبعا بيحصل مشاكل كبيره جدا في الموضوع ده بسبب الطفل او الطفله. بصي، هي طبعا هتبتدي الاول الام بان هي تحط حدود في طبيعه العلاقه بين كلمتها وكلمه الحما او الام. دي اول حاجه. يعني انا دي طريقتي في التربيه، انا مش عايز حد يتدخل. ابتدي كده، تقول كده. بالظبط، تقول كده، خليها صريحه جدا. بتزعل لاقصى درجه. لاقصى درجه، لانه طبعا معطيات الدنيا دلوقتي والعصر مختلفه عن معطيات زمان. بالظبط. تاني حاجه، لو فضلوا بقى وخناقات ومش خناقات، خلاص بتحددي العلاقه. مثلا العيال ممكن يروحوا كام ساعه في الاسبوع، مش مشكله لو عملوهم بالطريقه بتاعتهم، مش هيأثر. لكن اللي هو ما تبقاش قاعده ليل نهار مع حماتها ولا مامتها وهم اللي بيربوا الولاد، هيحصل كونفيوجن عند الولد، مش هيبقى فاهم هو مين فيهم. طب ده لو ده موجود نعمل ايه؟ لو ده موجود نعمل ايه؟ طبعا لو ده موجود لازم بيت عيله مثلا. بيت عيله لازم يتحط نقط في حروف من البدايه. يا جماعه دي طريقتي في التربيه، انا مش عايز حد يتدخل. كويس قوي. طبعا هي حقها تعمل ده، ولازم يعني الكل يحترم. لازم الكل يحترم. بالظبط كده. احنا دلوقتي يعني وصلنا لاخر سؤال. بما ان حضرتك قلت لنا انه اهم بنى بيحصل من السن الاول سنه اولى لسن سبع سنين، الام اللي بتتفرج علينا دلوقتي
دلوقتي تبني ازاي، تعمل ايه، قولي لها روشتة واديها شوية خطوات تمشي عليها علشان تضمن ان هي يكون عندها طفل سوي، طفل واثق من نفسه، طفل ناجح ومنور. اول روشتة ان انا عايزة الام تبقى واعية، تبقى مدركة هي بتعمل ايه، تبتدي تقرأ. يعني هي لو مش قادرة تاخد كورسز ولا مش قادرة تجيب كتاب، عندها بدل ما تقعد على فيسبوك عندها انترنت، شوفي بس سمات المرحله اللي انت بتتعاملي معاها ايه، ابتدي اقري عنها وشوفي انت تتعاملي ازاي معاها. وواحده واحده تبتدي تنقل ده لجوزها، لان طبعا لو حصل الخناقه المعتاده، لا انا بقول كده ولا انت بتعمل كده، لازم يكون في اتحاد في تربيه الطفل بشكل او باخر. ونستخبى كده لو اتخانقنا، ونستخبى لو في حصل حاجه، ما لازم نتفق على طريقه تربيه معينه علشان الولد ما يبقاش عنده حته ان انا متلخبط اني واحد فيكم الصح، او ان انا بلعب على الطرفين، او انا هلعب على الطرفين لما اكبر. ما هي دي الفكره. المهم ان هي توعى، ان هي تقرا وتتثقف، تروح كورسز، تطلع كل النيجاتيف انرجي اللي عندها ديت، لان طبعا ده بيبقى ضغط على الام رهيب طبعا، لو هي خصوصا قاعده لوحدها بالاطفال. فلازم هي تبتدي تدور على حل، مش ان هي تروح تسمع من دي ومن دي ومن دي وهعمل ايه، فبتجرب كومبينيشن كده لطيف مع الولد، فالولد يطلع في الاخر انت ما ترسلك على الحل، بيطلع شخص مختلف النهارده بشكله وبكره بشكله مش عارفه ايه. بالظبط. استاذه يارا شهوان يعني نورتينا جدا، وانا شخصيا استفدت ان شاء الله لما بقى ام ده على قد ما اقدر. استفدنا من حضرتك جدا، يا رب تبقوا استفدتوا من الفقره النهارده. كل الامهات ثقفي نفسك، اقري كتير، يعني خلي مرجعك نفسك والقرايه والثقافه، بلاش اهل الخبره، بلاش تسالي او تشوفي دي عملت ايه، مالكيش دعوه، ظروف بيتك غير ظروفها، ابنك هيطلع غير ابنها، ركزي على نفسك، استثمري في ابنك اللي هو حياتك، بلاش ضرب للاطفال لان ده بيطلعهم عادي يتهانوا من المدرسه، عادي يتهانوا، عادي تتهان من جوزها لما تكبر، ما هي كانت بتتضرب من اقرب حد ليها اللي هي الام. ارجوكم بلاش الضرب. تعالوا نروح فاصل صغير ونرجع مع فقرتنا الاخيره. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدي قناة اي تي سي وبرنامج انتي، بنرجع مرة تانية نستقبل ضيف جديد وفقرة جديدة النهاردة. زي ما بنهتم دايما اننا نخلي ولادنا يلعبوا رياضة في سن صغير علشان يبقى جسمهم كويس، لازم كمان نهتم بحاجة مهمة جدا اسمها التغذية الرياضية. هي بتساعد جدا انه جسمهم يتكون بشكل سليم. ده موضوع كتاب سوبر وصفة للدكتور امل اسماعيل اخصائي تغذية الرياضيين، اللي قدرت تجمع وصفات صحية كتير جدا تقدر الامهات تعملها لاولادهم ببساطة، وكمان بتتكلم عن العناصر الغذائية المهمة في التغذية الرياضية. هي منورانا دلوقتي عشان نعرف منها تفاصيل اكتر تخص كتابها. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. اهلا بيك. طيب في البداية بقى كلمينا عن الكتاب بتاعك سوبر وصفة. هي فكرة الكتاب جات لي لان انا ام عندي 4 اطفال، ربنا يخليهم، وحواليا امهات كتيرة، اختي، صاحبتي، جارتي، تمام. فكنت في مرحلة كده من حياتي شايفة المعاناة بتاعتي وبتاعت الامهات كلها في الحتة دي بالذات. انا كنت بخرج من الشغل في المستشفى، اطلع على المدرسة اجيب الولاد وجري على التمارين، وطبعا انت عارفة اكل بقى من الشارع، وجعانين فنجيب عصاير، فهبطانين فنجيب مثلا لبن بالشوكولاتة او حاجات زي كده. وكنت بشوف بقى في النادي حالي زي حال امهات كتيره، الترابيزات كل ام قاعده، دي معاها حد بتحلله الهومورك والتاني في التمرين، والعكس ده يطلع وده يدخل، وبنخلص على اخر اليوم واحنا كلنا بما انا فيهم الام والاطفال هلكانين وبنروح ننام. فكان الفتره دي بصراحه انا كنت حاسه ان هو في حاجه غلط، يعني هي الرياضه مش كده، انت مش مرتاحه كده، انا مش مرتاحه. وانا يعني صعبانين عليا ان احنا جعانه اجيب لهم مثلا بطاطس محمره، جعانه نجيب وافل، وهي في التمرين اديها مثلا لبن بالشوكولاته. ما كنتش لسه فاهمه، وكان اولادي لسه صغيرين، يعني اللي بنعمله في الرياضه بنضيعه بعدها على طول. بالظبط. ففي التوقيت ده انا كنت حاسه ان في حاجه غلط. انا كنت وقتها بعمل الدكتوراه وكنت بشتري كتب كتير من بره مصر، فلاحظت بقى شغفي واهتمامي ان انا كل ما اجي اجيب كتب طبيه لازم اجيب حاجه ليها علاقه بالسبورتس نيوتريشن للاطفال. تمام. لما قريت الكتب دي حسيت ان احنا هنا على فكره احنا غلابه قوي، احنا مظلومين فعلا.
الامهات مظلومه لان مفيش الوعي ولا الثقافه بتاع ان احنا عندنا الطفل اللي يهتم بالتغذيه ده يا اما عنده وزن زايد يا اما حاله نحافه وزنها اقل من الطبيعي. انما طفل عادي ليه احتياجات واحتياجات طبيعي ما بنهتمش بيه خالص, بياكل بقى اي حاجه ما هو جسمه كويس. حسيت ان ان لا الموضوع لا يعني فرق معايا وفرق مع اولادي, وحسيت ان الحاجات دي لازم الامهات حواليا تعرفها. طيب. في البدايه انا كنت بنزل ده مجرد بس بوستس على الفيسبوك مش اكتر, وبعد كده بقى بدات ابتديتي كده ان انت تنزلي بوست تنصحي بيها الماميز التانيين. طب بالزبط. الكتاب نفسه اخذ منك وقت قد ايه, والداتا بتاعتها دورتي عليها وحصلتي عليها منين بالظبط؟ هو الكتاب اخذ مني وقت كبير جدا, اخذ 4 سنين من بدايه الفكره ما جات لي ان انا هعمل كتاب وتوثيق الحاجات والوصفات لحد ما خرج في النور شهر 7 اللي فات. طب كنت بقى بتجيبي الوصفات والحاجات دي منين, من على الانترنت ولا بتاخدي اراء حد؟ هو اغلب الوصفات انا كنت ببقى مثلا عارفه ان انا عايزه ادي لبنتي حاجه يكون فيها النشويات عاليه ويكون فيها كذا جرام من النشويات. فانا كنت بدخل مع نفسي المطبخ وبحط ده على ده وبجرب. في حاجات طبعا كتيره فشلت, وفي حاجات كان الولاد بيعجبوا بيها جدا. وخاصه ان انا معايا يعني احد اولادي هما يعني بيسموهم منتقين في الاكل, مش اي حاجه هتحطيها هتاكلها. ففكره انك تحط لها حاجه وتعجبها عندها يعني. بالظبط. ده معناه ان هي الحاجه فعلا كويسه. ده تقريبا معظم الاطفال اللي عندهم مزاج في الاكل كل واحد فيهم بيحب يختار حاجه مختلفه, وده طبعا بيبقى ارهاق للام جدا خصوصا لو عندها اطفال كتير. ممكن تعرفينا اكتر وتعرفي الساده المشاهدين ايه هي التغذيه الرياضيه؟ التغذيه الرياضيه احنا عندنا الاطفال او الكبار اللي بيلعبوا رياضه بيكون ليهم احتياجات اعلى لان هم بيبذلوا مجهود اكبر. الاحتياجات دي احنا مش بس بنقول كميه اكل زياده, لا ده احنا كمان بنوظفها في التوقيت المناسب في عناصر معينه اللي بتكون افيد لما تتاخد في التوقيت ده, والجسم بيمتصها في الوقت ده وهتفيده اكتر. ان انا ادي النشويات في ميعاد معين, ان انا ادي البروتين في ميعاد معين, اقدر اصحح التلف من العضلات بتاعته, اقدر املى مخازن الطاقه مش اي حاجه في اي وقت. فهي دي تغذيه رياضيه, ان انا الرياضي عندي بقسم له الاكل بتاعه على حسب احتياجه. هو محتاج طبعا طاقه اعلى من الطفل اللي مش بيلعب رياضه لانه بيبذل مجهود اكبر. بالظبط, مجهود اكبر طاقه اعلى يبقى تغذيه اعلى. يعني انا عايزه افهم التغذيه دي تنفع كمان الغير رياضيين ولا دي بس للرياضيين؟ الكتاب هو هينفع الرياضيين وغير الرياضيين, وده اللي انا اكتشفته بعد كده من الفيدباك اللي بتجيلي. انا في واحده قالت لي انا تيتا وانا كنت سعيده بيها جدا وانا الكتاب ده فادني انا. وفي ناس لسه بنتها عندها 6 شهور وجابته. صوره الكتاب معانا على الهوا اهو دلوقتي. حلوه قوي. وبعدين كان ردود الافعال حوالين الكتاب عامله ازاي؟ بصراحه يعني انا كنت سعيده جدا لان وانا بعمل الكتاب اللي كان حواليه قلق كتير جدا ان مين هيشتري كتاب في وصفات, اللي عايز معلومه بيدخل على الانترنت من بره. ده كان تشالنج بالنسبه لي ان انا اسمع الكلام واكمل, اسمع الكلام ان هو ما تكمليش وما تعمليش واكمل, والحمد لله الفيدباك يكون كويس جدا من الناس. الحمد لله. طب معلش عايزاك تكلميني اكتر عن الكتاب من جوه. الكتاب من جوه هو بدايه الكتاب خالص انا اتكلمت على تغذيه القشور بتاعه تغذيه الاطفال بشكل عام. ده الفصل الاول. الفصل الاول ازاي اغذي ابني واديله احتياجاته, ايه العناصر الغذائيه اللي هو محتاجها, النشويات البروتين الدهون اجيبها منين, الدهون الصحيه. مش كل انواع الدهون في انواع كثيره منتشره وانا ببقى فاكره بدفع فيها فلوس كتير وفاكره ان هي دهون صحيه وهي مش كده وهي مش كويسه. بالظبط. ففي الفصل الاول اتكلمنا على تغذيه الطفل بشكل عام وانواع العناصر الغذائيه. ده بشكل عام يعني. الفصل اللي بعد كده اتكلمت على تغذيه الطفل الرياضي, الطفل اللي بيلعب رياضه امتى ياكل, قبل التمرين وامتى ياكل بعد التمرين. طب اثناء التمرين تقولي لنا كده يا دكتور, يعني قولي لنا كده ينفع ياكل قبل التمرين بشكل عام ينفع بعد التمرين بشكل عام؟ احنا قبل التمرين بنقول ان الوجبه تبقى قبل التمرين ب3 لـ4 ساعات على حسب دسامه الوجبه عشان ما تبقاش تقيله على على المعده. وههتم فيها بالنشويات والبروتين والدهون هتكون في اقل مستوى ليها. اجي بعد كده احنا عندنا المشكله الازليه اللي هي كانت حالتي انا بقى من كام سنه لما كنت بخرج من المستشفى شغلي, يعني اروح لاولادي اجيبهم من المدرسه هو مفيش وقت ياكلوا, فانت مفيش وقت اصلا تدي لهم خارجه من المدرسه 3 وتمرين 3:30. يعني هو بيخش التمرين من غير ما ياكل؟ لا هم اكيد هياكلوا بس بطريق. هنا بقى بنيجي نقول احنا مش عايزين كومبيتيشن او صراع ما بين الدم هيروح للمعده عشان يهضم الاكل ولا يروح للعضلات عشان يغذيها. فانا بديله حاجه خفيفه بتكون عباره عن نشويات صحيه سريعه الامتصاص عشان لما ياخدها زي البطاطس زي البطاطا زي الموز. الموز هايل جدا, البطاطا هايله وفيها فيتامينز كتيره جميلة جدا وحلوه, والموز كمان من الحاجات اللي فيها بوتاسيوم مهم عشان التوافق العضلي العصبي لكل الرياضيين بيحتاجوا البوتاسيوم. بس ده مش غدا.
ده مش غدا بس ده بنسميه بري تريننج سناك، سناك قبل التمرين اقدر اخده كتصبيره. ما هي مش معقوله ان هو خارج من المدرسه او في مثلا كان بنتي عندها تمرين الساعه 6 الصبح فعشان اقول اصحيها الساعه 3 الفجر عشان تاكل وجبه كامله مستحيل، فهي بتخرج من السرير على التمرين. فهنا بس في سناك بقى بالظبط اقدر ادي سناك واقدر ادي حاجه بقى ايه تسبورت ان انا مديها سناك بس مش مديها وجبه، اقدر ادي حاجه تسبورت التغذيه دي تسند بقى تسند لو انا تمرنتي كبيره شويه تمرنتي فوق ال 90 دقيقه ببتدي اعمل حاجه اسمها مشروب طاقه انا بعمله في البيت للاطفال غير بقى اللي بنجيبه من بره. اللي بنجيبه من بره طبعا ده كله يعني حاجات صعبه جدا ان احنا نديها للاطفال وكافيين ونسبه بيبقى صعب جدا ان الطفل يشرب حاجه فيها كافيين ولا حتى كبار، يعني هو مش حاجه هيلثي للصغيرين ولا للكبار اكيد، بس الكبار بيشربوا كافيين في العادي لكن طفل يشرب كافيين دي حاجه لا مستحيل. طبعا مشروب الطاقه ده انا بدي حاجه سبورت او تساعد ان انا مديها سناك قليله او ان انا تمرنتي كبيره فوق 90 دقيقه والطفل مش واخد احتياجه من الطاقه. العناصر بتاعته بتبقى نص كوبايه عصير. ده من سن كام لسن كام يا دكتور؟ كل الاطفال يقدروا ياخدوه لو تمرينتهم فوق 90 دقيقه او التمرينه الشده بتاعتها عاليه فهو هيحتاج زي سبلاي على طول من الجلوكوز او الطاقه اللي هي هتخليه يتحرك في التمرين يقدر يكمل التمرين. اعمله ازاي؟ اسهل حاجه خالص نص كوبايه عصير برتقال مع كوبايه ونص ميه، يبقى هو العصير بتاعي مخفف واحنا بنقول اعملوه ثلج عشان على ما يروح التمرين بتاعه هيكون خف شويه يبقى ميه بالظبط وعليه معلقتين عسل وعليه رشه ملح صغيره بس كده بس كده ده إيه؟ مشروب الطاقه اللي انا قلته ده احنا خففنا البرتقال خالص يعني الفيتامين سي قل هو انا خففته بس هو في سبب ان انا لازم يكون لازم يكون تركيزه معين عشان الجسم يعرف يمتصه اثناء درجه حرارته العاليه وهو بيلعب وبيشتغل الجسم يعرف يمتصه. تاني حاجه حضرتك ناسي حاجه مهمه جدا ان احنا اثناء التمرين بنفقد سوائل الطفل بيعرق كتير وبتلاقيهم خارجين عرقانين جدا بيبقى محتاج ميه هو محتاج ايه؟ هو محتاج اكتر من حاجه دلوقتي، محتاج ميه عشان يعوض العرق اللي عرقه في التمرين محتاج طاقه بديها له من خلال عسل النحل ومن خلال المشروب اللي هو العصير ومحتاج هو فقد صوديوم اثناء العرق بتاعه فانا بديله رشه الملح دي عشان تعوض ده. ده مشروب اثناء التمرين ده يعني مشروب اثناء التمرين وعلى حسب مده التمرين ايه؟ على حسب انا محتاجه منه قد ايه. يعني مثلا اللي انا قلته ده في حوالي 54 او 55 جرام من النشويات. طيب كويس. احنا عندنا بنحتاجين ايه؟ عندي تحت ال 90 دقيقه انا مش محتاجه خالص غير ميه، هي ميه وبس. ميه كفايه. ميه كفايه. من 90 ل 120 دقيقه انا بحتاج من 30 ل 60 جرام لكل ساعه بعد الساعه الاولى. انا خدته في المشروب انا خدته في المشروب ده بالظبط، دول 55 تمام مفيش مشكله. بعد كده فوق ال 120 دقيقه بحتاج من 60 ل 90 جرام لكل ساعه. فببتدي بقى ان انا ادبلر وازود وبحسبها بقى ان انا مثلا ممكن وسط التمرين هياخد مشروب رياضي وهياخد موزه، الموزه فيها قد ايه؟ فيها تقريبا ال 100 جرام موز فيها حوالي 21 22 جرام من النشويات. تمام؟ كل ده بقى مشروب كاتبه بقى السعرات الحراريه لكل حاجه وكده في جداول. ده بالنسبه للتصبيره اللي راح بيها التمرين، لما يرجع بقى من التمرين وجبته شكلها عامل ازاي؟ لما يرجع من التمرين انا عملت ايه اثناء التمرين؟ انا مخازن الطاقه عندي استهلكتها اثناء التمرين فبحتاج والعضلات بتاعتي ممكن تبقى مستهلكة برضو أثناء التمرين. أنا بخرج من التمرين محتاجة أعوض مخازن الجلايكوجين اللي هي الطاقة المخزنة في العضلات ودي بتتعوض بالنشويات وبندي نشويات سريعة الامتصاص، الموز، البطاطس، العصاير، الكرات الطاقة برضو تنفع، وبدي معاها حاجة كمان بدي معاها مهم جدا البروتين. البروتين بيصحح التالف من العضلات ويبني عضلات جديدة. تمام. يبقى أنا كده ما حطيتش أي حاجة في أي حتة، ما اديتش بروتين قبل التمرين فابني نزل التمرينة بتاعته وهو تقيل ومش قادر، واحيانا اطفال بيحصل لها فوميتنج او بترجع اثناء التمرين لان ده كان بيحصل معايا. ده شيء طبيعي. انا اكلت بنتي اكله صحيه جدا انا مديها فراخ مشويه، طب بترجع ليه دلوقتي؟ لان فعلا بتبقى تقيله جدا على المعده قبل التمرين وما خدتش طاقه. هي محتاجه الطاقه اثناء قبل التمرين واثناء التمرين لو التمرينه كبيره، ومحتاجه تعوض الطاقه دي بعد التمرين وتاخد كمان بروتين عشان تبني تصحح التلف من العضلات وتبني عضلات جديده. دكتور امل، انت ذكرتي في الكتاب خبرات لرياضيين عالميين وقلتي كانوا بيعملوا يعملوا ايه في الخبرات بتاعتهم دي نقلتيها في الكتاب. أكيد. مين هم الرياضيين دول وازاي عرفتي ازاي نقلتي الخبرات بتاعتهم؟ مين الرياضيين؟ نبدا بليدس فيرست بقى، نبدا بالبنوتات الاول. كان معايا الجميله هنا جوده، نقلت طبعا خبرتها، قابلتها ورحت لها النادي واتكلمنا مع بعض وكنت محضره اسئله الانترفيو اللي هسالها لها ومحضراها من الاطفال في النادي اللي بقابلهم. لو قابلت هنا جوده هتسالها هتقول لها ايه؟ وكان معايا ملك محمد منتصر في كونغ فو
وكان معانا كمان ايمن عباس سباحه البارالمبيه، وكان معانا كابتن محمد رمضان هتلر كره اليد، وكان معانا رضا هيكل في الفولي بول. كان معايا بصراحه يعني ناس كتيره 9 او 10 لاعبين. ده كتاب دسم جدا ومليان وصفات ومليان والجزء بتاع الحاجات الحلوه برده، ده مهم جدا. جزء الانترفيوز مع الابطال العالميين ده انا بصراحه يعني ده عزيز على قلبي. طيب غششيني انا وفرح بقى، يعني غششيني وفرح شويه وصفات كده حلوه نعملها الاطفال. عندي بنت 8 سنين، اعمل معاها ايه؟ طيب ممكن مثلا ندي وصفه قبل التمرين في سبورت، لا مش السبورت اللي كان اسفه، الكرات الطاقه الباور بولز. اسهل وصفه ليها خالص واسهل طريقه اللي ممكن البنوته اصلا تعملها في المطبخ في دقيقه، القراصيه والمشمش، والقراصيه والمشمش المجفف دول فيهم بوتاسيوم عالي ومعاهم كمان شوفان. هاخد نص كوبايه من ده ونص كوبايه من ده وربع كوبايه من الشوفان. طب ما بتحبش الشوفان نعمل مش ايه؟ هيبان اصلا الشوفان، مش هيبان، مش هيبان خالص، مش هيبان. انت بتخلطيها وفي حاجه بقى لطيفه دايما بقول الامهات عليها، الكاكاو بيغطي على اي حاجه مش عايزاها تبان. طب تاني معلش، كاكاو القراصيه الكاكاو دلوقتي حاجه اوبشنال مش اساسيه. الاساسي بالنسبه لي القراصيه والمشمش المجفف والشوفان، بخلط الثلاثة مع بعض. الكمية دي نص كوباية مع نص كوباية مع ربع كوباية شوفان، دول كلهم هيعملوا 10 كرات. ده هضربهم في الخلاط يعني؟ هتضربيهم في أي فود بروسيسور أو خلاط أو أي حاجة، هيبقوا عجينة. هتشكليها مع البنوتة كور صغيرة، الكمية دي هتعمل 10 كور، الكورة تقريبا فيها حوالي 10 جرام نشويات. وطبعا احنا قلنا ان احنا دي كده قبل التمرين، انا اسفة انا ما قلتش ان قبل التمرين، انا محتاجة لو انا هدي قبل التمرين بساعه او بنص ساعه اللي هو السناك السريع، انا محتاجه جرام لكل كيلو جرام من وزنها. طب لو انا مش هدي سناك وانا مثلا بنتي او ابني تمرينها في نص اليوم عادي اللي هو وقت الغداء وخلاص، مضطر اديها حاجه فيها كارب، اديها لها قبلها بقد ايه والنسبه تبقى قد ايه برضو؟ هديها قبل التمرين بساعتين او بثلاث ساعات. لو بساعتين انا هحسب النشويات بتاعتي تكون في الوجبه دي 2 جرام. ساعتين قبلها بساعتين بالظبط. 2 جرام لكل كيلو جرام. قبلها بثلاث ساعات 3 جرام لكل كيلو جرام. ودي والكتاب فيه بقى كل حاجه، الرز فيه ايه والبطاطس فيها ايه والمكرونه فيها ايه، كل حاجه مكتوب. طيب في وجبات بتبقى خفيفه برضو لو انا ما عنديش الساعتين، يعني هو عندي انا ما عنديش الساعتين، هو ده اللي بنتكلم فيه اللي هو السناك اللي قبل التمرين مش وجبه. انا ما عنديش الساعتين، يبقى احنا كده دخلنا في ليفل الساعه. ساعة دي يبقى انت هتعملي زي ما قلنا كومبيتيشن ما بين سناك، مفيش وجبة سناك. لو ساعة مستحيل وجبة، ساعة ما ينفعش وجبة. ولما هتدي حاجة يعني احيانا بقول لها طيب كلي رز وبطاطس، بس ما تحطيش لحمة، ما تحطيش مثلا زيت زيتون، ما ممكن تاكل رز وبطاطس من غير اي بالظبط، ونقدر البروتين بعد التمرين، ونقدر البروتين بعد التمرين، نقدر البروتين بعد التمرين. ينفع يعدي يوم من غير بروتين؟ لا ده صعب طبعا، ما ينفعش. طب احنا على طول بناكل فراخ اكتر من اللحمه، ده الطبيعي؟ هو مش ده الطبيعي، هو احسن نظام غذائي على وجه الارض ان انت تنوعي ما بين كل المصادر. احنا عندنا بقى مشكله كبيره، ان انا برضو عندي نفس المشكله، ان الاطفال ما بتحبش اللحمه. مش الاطفال هي بس. عايزه ال مش الاطفال والكبار هي عايزه فراخ طول الوقت. فدي ده بقى التشالنج، انت بتتعديه بايه؟ ان انا مش مهم عندي ان بنتي تاكل 20 صنف من اللحم. انا لو بنتي كلت صنفين انا ما عنديش مشكله، لو طالما بتاكلها في اللازانيا، بتاكلها في الكفته، بتاكلها في اي صوره، خلاص هي بتدخل جسمها وخلاص. بالظبط. طب اللي فعلا ما بيحبش اللحمه نهائيا، يعني مستحيل يقرب من ريحتها او من اللحمه، بيبقى ايه الحل او ايه البديل؟ او ما بياكلش غير فراخ، لا لحمه ولا سمك. خلاص لا لحمه ولا سمك، لحمه هو اي فراخ بس. هو ده كده، هو ده بيحصل، هو ده بيحصل. بس انا حاجه زي كده انا ببقى معرفه بنتي ان لا انت كده مش واخده احتياج. يعني في مثلا بنت انا مش باخد مكسرات خالص، فماشي هو المكسرات فيها دهون صحيه، بس انا ممكن احط لك زيت زيتون على السلطه مثلا فتاخدي دهون صحيه. انما اللحمه الحمراء بتاعتنا لازم ندخلها في اسبوعنا مثلا مره او مرتين. البيض ممكن يعوض مكان اللحمه او مكان السمك؟ البيض مش بصي، وكل حاجه تماماً. كل حاجه فيها مغذيات مختلفه عن الثانيه. بس عامه البروتين الحيواني من الحاجات اللي فيها كل الامينو اسيدز اللي جسم الاطفال محتاجها. فانا ما خدتش لحمه فخلاص مفيش مشكله، هديها فراخ وهديها سمك وهديها بيض وننوع ما بين المصادر. نورتينا وشرفتينا النهارده في انتي، وعايزاكي تقولي لنا برضو روشته سريعه لكل الامهات اللي عندها اطفال ما بيحبوش اللحمه، واطفال تانية ما بتحبش الفراخ، اطفال تانية ما بتحبش تاكل بيض خالص، فتقولي يعوضوا ده ازاي بحاجات مختلفه علشان نقدر ان احنا كل ام تقدر تخلي اولادها جسمهم جميل وصحي في 20 سنه. هو دايما بنقول ان اي طفل عنده ديفو في حته معينه لازم هيكون في تقصير من الام في نفس المنطقه. يعني انا بنتي ما بتاكلش البيض خالص،
فانا اقدر اعمل لها 20 وصفه بالبيض، لحد الكريم كراميل مثلا احنا بنعمله في البيت مش باودر، بنعمله بالبيض وباللبن وبعسل النحل والفانيليا ونسويه في الفرن وهتاكل بيض. حلوة تمام. النودلز مثلا انا بعمل لها نودلز بالجزر بحط فيها فراخ. اشتروا الكتاب احسن هتعرفوا اكتر. وبشكرك جدا على وجودك معانا، نورتينا برضو دكتور امل ميرسي فرح جدا نورتينا النهارده برضو. منورانا النهارده مشاهدينا. هنسيبكم وان شاء الله بكره نشوفكم في حلقه جديده. وانتي شكرا.